بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدعوة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. موضوع مهم جدا لكل مسلم، ألا وهو موضوع الدعوة إلى الله وما يتطلبه هذا العمل من إمكانيات واهتمامات من المسلمين. الدعوة إلى الله معناها طلب الدخول في دين الله عز وجل. دعوة إلى الله معناها طلب الدخول في دين الله عز وجل. هذا بالنسبة للكفار، يدعون إلى أن يسلموا وينتقل من دين الكفر إلى دين الإيمان والتوحيد، من دين الكفر والشرك إلى دين الإيمان والتوحيد، من أجل سعادتهم في الدنيا والآخرة، ومن أجل نجاتهم من النار ودخولهم في الجنة. وكذلك الدعوة إلى الله بالنسبة للمسلمين، فالعصاة من المسلمين أيضا يدعون إلى التوبة من المعاصي وتصحيح الإيمان. فليست الدعوة قاصرة على دعوة الكفار للدخول في الإسلام، هذه الأساس، ولكن هناك دعوة أخرى بين المسلمين، وهي دعوة العصاة من المسلمين إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة لها أهمية عظيمة. الله جل وعلا يدعو عباده، يطلب منهم أن يدخلوا في دين الله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يدعو عباده إلى جنته بأن يعملوا الأعمال الصالحة التي تؤهلهم للدخول فيها من الإيمان بالله وإخلاص العبادة لله عز وجل والتوبة من الذنوب من أجل أن يدخلوا الجنة. الله يدعو إلى الجنة ويدعو إلى المغفرة، يدعو العصاة إلى أن يتوبوا إلى ربهم ليغفر لهم. ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيدعو عباده، يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الله سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما بين سبحانه وتعالى حالة الدنيا وسرعة انقضائها، دعا إلى الجنة التي لا تفنى، كما قال سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام. لما بين حالة الدنيا وفناء الدنيا وأنها دار زائلة، دعا إلى دار لا تزول، إلى دار لا تفنى، إلى دار ليس فيها أمراض وليس فيها أسقام وليس فيها أخطار، دار السلام، فيها السلام من كل مكروه. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، عمم في الدعوة، خص بالهداية، دعوة عامة لجميع الناس، ولكن الهداية يختص الله بها من يشاء ممن يصلح للهداية. وفي الآية الثالثة قل جل وعلا: قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، هو لا يدعوكم
من أجل مصلحته هو، لأنه غني عن خلقه سبحانه وتعالى، فهو لا يدعون من أجل نفع يعود عليه سبحانه، لأنه غني عنا وعن كل شيء، كل شيء محتاج إلى الله عز وجل وهو الغني عن كل شيء، فهو لا يدعون من أجل منفعته هو، وإنما يدعون من أجل منفعتنا نحن، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه، نحن بحاجة إليه ونعرض عنه، وهو غني عنا ومع ذلك يدعونا إلى مغفرته. نحن بحاجة إليه ونعرض عنه ونعصيه، وهو غني عنا ومع هذا يدعونا ويطلب منا أن نقبل إليه سبحانه وتعالى وأن نرجع إليه. هذا من كرمه سبحانه وتعالى. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله كإخوانه من المرسلين، كل الرسل يدعون إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسل تدعو إلى الله من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأمره الله بالدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إذن وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك هي وظيفة العلماء بعد الرسل. وظيفة العلماء بعد الرسل أن يدعوا إلى الله عز وجل، وأن يقوموا مقام الرسل في الدعوة إلى الله عز وجل، كما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وظيفة هذه الأمة دعوة الناس إلى الله عز وجل، هذه مسؤولية عظيمة على هذه الأمة يجب عليها أن تقوم بها، وهي دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، لأن الله سبحانه اختص هذه الأمة المحمدية بمزايا عظيمة، منها بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل في هذه الأمة، ومنها إنزال القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب، أعظم كتب الله عز وجل هو القرآن، وقد أنزله الله على هذه الأمة وجعل القرآن بلغتها من أجل أن تدعو إلى الناس، حمل هذه الأمة الدعوة إلى الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الدعاة إلى الله، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعاة إلى الله هم أحسن الناس أقوالا، وكذلك هم أزكى الناس أعمالا وعمل صالحا، أحسن الناس قولا وأصلح الناس عملا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، انتسب إلى المسلمين وتبرأ من المشركين. هذا هو أحسن الناس قولا، وأصلح الناس عملا، وأشرفهم انتسابا، أشرف الناس انتسابا من انتسب إلى المسلمين وقال إنني من المسلمين. إذن فالدعوة إلى الله مهمة من أعظم مهمات هذه الأمة المحمدية، كلفت بها ووكلت مهمتها إليها بعدما أعطاها الله من الإمكانيات
ما يعينها على القيام بهذه الدعوة. والدعوة إلى الله لها منهج، والداعية إلى الله له صفات، والدعوة إلى الله أيضا لها وسائل وأمكنة لا بد أن نعرفها. أما منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيتلخص في أمور: أولا ما يدعى إليه، ثانيا مراعاة حال المدعو، ثالثا مكان الدعوة إلى الله عز وجل أين تكون. إذا عرفنا هذه الأمور عرفنا منهج الدعوة. أما منهج الدعوة فيما يدعى إليه فإن الواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم. إذا أردنا أن ندعو الناس فلا نذهب ندعوهم إلى الأمور اليسيرة ونترك الأمور العظيمة، ما ندعو الناس إلى الأمور السهلة فقط ونترك الأمور الكبيرة، ما ندعو الناس إلى الفروع ونترك الأصول، لا بد أن ندعو الناس إلى الأصول أولا. ما ندعو الناس إلى إصلاح المعاملات وترك الربا وترك الكذب والغش وترك السرقة والزنا ونترك جانب التوحيد، لا بد أن ندعو أولا إلى التوحيد لأنه هو الأصل. فإذا أسسنا التوحيد وقررناه ننتقل إلى ما بعده، لأن بعض الدعاة اليوم يجهلون هذا الشيء. جماعات تنتسب للدعوة وجمعيات كبيرة تنتسب للدعوة لكنها لا تعرف المنهج، ولذلك ضاعت وفشلت دعوتها لأنها لم تتبع المنهج السليم، راحت تدعو إلى الجوانب وتركت الأصل والأساس، تركت الدعوة إلى التوحيد وبدأت بالفروع أو بالجوانب، فصارت دعوتها مشلولة، صارت دعوتها مشلولة لأنها لم تبنى على أساس صحيح. الأساس الصحيح أولا أن نهتم بالعقيدة، ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، إخلاص العبادة لله، تحقيق معنى الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإذا حققنا هذا الأساس ننتقل بعد ذلك إلى الصلاة إلى الصيام، إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الصيام إلى الحج إلى بقية الأعمال. أما أننا نبدأ بالفرع أو بالجانب ونترك الأصل فهذه دعوة غير صحيحة ولا تنجح أبدا، تدور في حلقة مفرغة كما يقولون ولا تؤدي نتيجة رغم ما يبذل فيها من الإمكانيات البشرية والمالية والوقتية، إلا أن تأثيرها ضئيل جدا. أما إذا رتبت الدعوة على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، بدأ بالأصول أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفروع، هذا هو سبيل الدعوة الصحيح. إذا تتبعنا الآيات القرآنية نجد أن أول شيء يبدأ الرسل به دعوتهم للأمم هو العقيدة. أول نداء في المصحف، أول نداء في المصحف وجهه الله بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نداء في القرآن الكريم، أمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له ونهى عن الشرك: فلا تجعلوا لله
أندادا شركا وأنتم تعلمون. قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج أمر بالتوحيد أولا. وكذلك يقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بدأ بالعبادة، كل الرسل أول ما يدعون أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا على سبيل الإجمال. وعلى سبيل التفصيل ذكر الله أن نوحا عليه السلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأن ثمود وأن هود عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله. أرسله الله إلى عاد قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح دعا ثمود بهذه الدعوة أن اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا نجد أول ما يذكر الله جل وعلا الحقوق حق التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك. ذكر في هذه الآية 10 حقوق بدأها بحقه سبحانه وتعالى وهو التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأول ما تتوجه دعوة الرسل والمصلحين من البشر المصلحين من الأمم، أول ما تتوجه دعوتهم إلى إصلاح العقيدة. فإذا صلحت العقيدة فإنه يبنى عليها بقية الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الدعاة يأمرهم أن يبدأوا الناس بالدعوة إلى التوحيد. لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. فقد بدأ صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد، ثم بعدها الدعوة إلى الصلاة والزكاة بقية أوامر الدين، لأنه بدون ذلك لا فائدة من الدعوة. لو فرضنا أن الناس أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا وفعلوا من الأعمال الشيء الكثير إلا أنهم لم يحققوا التوحيد، فإن هذه الأعمال لا فائدة منها ولا تفيد شيئا. لو فرضنا أن الناس اعتنوا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات ما عدا التوحيد لم يحققوه، فيه شرك، فلا فائدة من أعمالهم كلها لأنها لم تبنى على أساس. كثير من الدعاة اليوم في البلاد المجاورة يشاهدون الناس يعبدون القبور والأضرحة ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ولا يغيرون عليهم ولا ينكرون عليهم ولا يدعونهم إلى التوحيد، وإنما تجدهم يدعون إلى أمور جانبية وأمور فرعية ويتركون إصلاح العقيدة. يطلبون من الناس المحافظة على الصلاة والمحافظة على العبادات وترك الربا وإلى آخره، لكن لم نجدهم
يطلبون من الناس إخلاص العبادة لله وترك عبادة الأضرحة والسعي في هدم هذه الأضرحة وهدم هذه الأوثان، ما نجد منهم نشاطا في ذلك. فهذه دعوة فاشلة، لأنها لم تبنى على المنهج الرباني، المنهج النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، لم يأمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج. مقامه في مكة لم يأمر بهذه العبادات، وإنما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام. وإنما أمرهم بالصلاة والصيام والحج لما هاجر إلى المدينة ونزلت عليه الشرائع والفرائض، نزلت عليه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، مما يدل على أن الواجب على الدعاة أن يهتموا بأمر العقيدة أولا، ويطلبون من الناس إصلاح العقيدة وترك عبادة الأضرحة. الجاهلية يعبدون الأحجار والأشجار، الجاهلية يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام، ومشركوا هذا الزمان يعبدون القبور، يعبدون القبور والأضرحة. هل هناك فرق بين الأصنام وبين الأضرحة؟ ما هناك فرق، كل ما عبد من دون الله عز وجل فإنه وثن. الأوثان تطلق على كل ما عبد من دون الله عز وجل، فاجتنبوا الشرك، فاجتنبوا الرجس. قال سبحانه وتعالى: حنفاء لله وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور: حنفاء لله غير مشركين به. الأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو ولي أو نبي أو ملك أو جني أو إنسي، كل ما عبد من دون الله يسمى وثنا. فالقبور هذه أوثان، لماذا لا يتوجهون إليها ويدعون الناس إلى ترك عبادتها ويسعون في هدمها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت النزع، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وها هي المساجد الآن على القبور، تشاد وتبنى وتزخرف ولها السدنة، ولا نجد من يتكلم ببنت شفه حول هذه الأمور. فأين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ نسمع عن الدعوة، لكن أين الدعوة وهذه القبور والأضرحة وهذه البلاوي التي أحاطت بالأمة؟ فمن منهج الدعوة البداءة بالأهم فالأهم، أما إذا عكست الأمور وبدأ بالأيسر والأدنى وترك المهم وترك الأصل، فإن هذا منهج معاكس لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينتج شيئا ولا يثمر فائدة أبدا، وهو الواقع، وهو الواقع اليوم. ما لم يعود الدعاة إلى هذا الأصل النبوي وهذا المنهج النبوي فإن الدعوة تصبح اسما بدون حقيقة. كذلك من مناهج الدعوة، من مناهج الدعوة النظر في حالة المدعو، النظر في حالة المدعو،
والتمشي معه بحسب حالاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مراعاة أحوال المدعو، لأن المدعو لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا المدعو جاهلا لا يعرف الحكم، وإنما فعل ما فعل من الخطأ والشرك لجهله، فهذا يحتاج إلى الدعوة بالحكمة، دعوة بالحكمة بأن تبين له أن هذا الأمر شرك، وهذا الأمر الذي هو عليه خطأ. بمجرد ما تبين له سينتقل من الباطل إلى الحق، لأنه ما ترك الحق زهدا فيه ولا بغضا فيه، وإنما تركه لأنه يجهل ويريد الحق ولكنه لم يعرفه، فإذا عرفته قبله منك. هذا يدعى بالحكمة، بالبيان فقط، تبين له الخطأ من الصواب وهو ينتقل بسرعة من الخطأ إلى الصواب، لا يحتاج منك إلى أكثر من البيان. وهذه غالب أحوال الناس اليوم، خصوصا الذين ينتسبون إلى الإسلام ويقعون في الشرك، الغالب أنهم جهال لا يدرون. أدركوا الناس يعملون هذه الأعمال فظنوها من الإسلام فالتزموها، فلو بين لهم ووضح لهم لرجع الكثير منهم إلى الحق، ولكن إقامتهم على هذا الخطأ العظيم هذا بسبب إهمال الدعاة لهذا الجانب العظيم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من المدعوين من يحتاج إلى موعظة، إنسان يعرف الحق ولكنه ارتكب الخطأ لأمر من الأمور، إما لشهوة في نفسه، وإما لمعاندة ومكابرة، فهذا يحتاج إلى موعظة بأن تخوفه بالله عز وجل، وأن تقول له: أنت يا فلان تعرف أن هذا الأمر الذي أنت عليه خطأ، فاتق الله عز وجل، تب إلى الله، لا تتبع شهوات نفسك أو تأخذك العزة بالإثم فتصر على الخطأ وأنت الآن تعرف الحق، تعرف أن ما أنت عليه خطأ، فاتق الله وتذكره بالله عز وجل، وتذكر له عقوبة من عرف الحق ولم يتبعه، وبماذا يعاقب وبماذا يصاب في الدنيا والآخرة، لأن الله توعد من عرف الحق ولم يعمل به، توعده بأشد الوعيد، وأعظم الوعيد الذي توعده الله به أنه يفسد عليه قلبه، يفسد عليه قلبه. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اللي ما يقبل الحق بعد معرفته يحول الله بينه وبين قلبه فيطمس على قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نقلب أفئدتهم وأبصارهم، وش السبب؟ كما لم يعملوا به أول مرة، لما تبين لهم وعرفوه لم يعملوا به، فقلب الله قلوبهم وأبصارهم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم
لم تؤذونني وقد تعلمون، لا لاحظ، قد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقوم موسى يؤذونه وهم يعلمون أنه رسول الله، عاقبهم الله عز وجل بزيغ القلوب لأنهم تركوا الحق بعد معرفته. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا في دعاء المؤمنين الذي ذكره الله في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان يخاف على نفسه إذا عرف الحق ولم يعمل به، فإنه يخاف على نفسه من الزيغ. فهكذا تعظ الشخص الذي عرف الحق ولم يبادر إلى قبوله، تعظه بهذه المواعظ، والموعظة الحسنة، هذه الموعظة الحسنة. الحالة الثالثة: فيه إنسان عرف الحق ولم يبادر إلى قبوله، بل صار يجادل، صار يجادل، يجادل الدعاة إلى الله، يجادلهم بالباطل، ويأتي بشبه تبرر ما هو عليه. هذا يحتاج إلى جدال، هذا مشبه ملبس أشد من الذي قبله. الذي قبله ما عنده شبه إلا أنه متكاسل فقط، أو أنه يؤثر شهوة نفسه فقط، لكن يقول والله أنا صحيح، إن هذا خطأ والصواب معكم، ولكن أنا يعني كذا وكذا، ويتعلم لكن ما عندي شبه، يقول لا أنا مصيب وأنتم مخطئون. بعض الناس تقول له الشيء هذا حرام والدليل كذا، يقول لا، ورى الناس ما يعملون كذا، ورى فلان ما يعمل كذا. هذا مجادل، هذا يحتاج إلى المجادلة بأن ترد على شبهاته وتلبيساته وتنقض ما يقول حتى لا تبقى له حجة بعد ذلك. إذن حالة المدعو لا تخرج عن هذه الأحوال الثلاث: إما أنه جاهل لا يعرف الحق، هذا يحتاج إلى الدعوة بالحكمة والرفق واللين، أو إنه بعد ما عرف الحق عنده كسل وفتور وحب للشهوة، هذا يحتاج إلى موعظة وتخويف بالله عز وجل. الحالة الثالثة أنه لا يريد الحق، لا يريد الحق، تركه لأنه لا يريده، أريد أن يبقى على ما هو عليه، ويجادل ويأتي بشبه. كثير من الناس الذين عندهم أخطاء ومخالفات يريدون أن يبقوا على ما هم عليه ويجيبون شبه. هؤلاء يحتاجون إلى جدال، لكن من يجادلهم؟ لا يصلح للمجادلة إلا من هو على جانب عظيم من العلم والمعرفة، بحيث يستطيع أن يرد شبه هؤلاء المشبهين. ضربنا لكم مثال بأحوال عبدة القبور، بعضهم جاهل لو بينت له انتقل إلى الحق، بعضهم عرف لكنه يتعلل بأن هذا صعب عليها الانتقال وكذا وكذا، ويقول بعد أيام بعد سنة أو أرتب أموري أو ما أشبه. هذا يحتاج إلى موعد، وما يقول لنا عليه حق، يقول هو صحيح إنه باطل، لكن أنا والله أنا نشب بأمور وعندي كذا وعندي كذا، يعني يتعلل هذا، أو الناس على هذا، أو أهل البلد على هذا، وأنا ما أقدر أخالف أهل البلد. هذا يحتاج إلى موعظة. أما الصنف الثالث والعياذ بالله، هذا يجادل كثير من عباد القبور وعلمائهم بهذا المرتبة الثالثة، يجادلون. هؤلاء يحتاجون إلى جدال وإلى كسر حججهم ورد باطلهم حتى يتضح الحق للناس وحتى يندحر الباطل. مهما أوتي المخالفون من الحجج والفصاحة إلا أنهم لا يقومون أمام العالم المحق أبدا. إذا جاءهم عالم محق مهما أوتوا من الخطابة والفصاحة والبيان ما يستطيعون يقومون أمام العالم المحق. قال تعالى: بل نقذف بالحق
على الباطل فيدمغه. الباطل لا يقوم أمام الحق. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته كشف الشبهات، يقول: العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء. العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء عباد القبور والأضيحة. لماذا؟ لأن العامي معه حجة ومعه دليل، أما أولئك ما معهم أدلة، ما معهم إلا شبهات، ما معهم إلا شبهات وأباطيل. إذا كان العامي يغلب ألف، فكيف بالعالم من الموحدين؟ الأمر يحتاج إلى اهتمام فقط، يحتاج إلى اهتمام من طلبة العلم ومن العلماء ومن المخلصين للأمة، أن يهتموا بهذا الأمر، وأن ينقذوا الأمة، أو ينقذوا من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية من الأمة من هذا الهلاك. الأمة الإسلامية اليوم كما يقال تبلغ الملايين من البشر، أدري قالوا مليار مسلم في العالم، ولكن الإسلام الصحيح الله أعلم قليل. الإسلام الصحيح توحيد الخالص، مخرفون وصوفية وعباد القبور إلى آخره، ويحسبون على الإسلام. والسبب في هذا غفلة الدعاة عن هذا الأمر، هذا هو السبب. لو قام داعية واحد مخلص لنفع الله به أمة من الناس، الداعية الواحد المخلص ينفع الله به أمة من الناس. فلو أن الدعاة أخلصوا في هذا وقاموا لله عز وجل، وهذه الجماعات وهذه الجمعيات قامت لله عز وجل وأخلصت في الدعوة، لكان لها أثر عظيم، ولما وقع في الأمة هذا الجهل وهذا الضلال وهذا التخريب وهذا الباطل الذي يضحك منه، والله يضحك الأعدى من حالة المسلمين. اليهود والنصارى يضحكون من بعض المسلمين الذين يعكفون على الأضرحة وعلى القبور وعلى يضحكون منهم. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر. النقطة الثالثة في منهج الدعوة: مكان الدعوة، مكان الدعوة إلى الله. من أين تبدأ الدعوة؟ يعني الواحد يطلع من بلده ويروح البلاد البعيدة ويترك بلده؟ لا، الداعية أول ما يبدأ في بيته، أول نقطة يبدأ في بيته، ثم في بلده، ثم في البلدان الأخرى. قال تعالى: وأنذر، قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. الله أمر نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين، يبدأ بأقاربه. وقد نفذ صلى الله عليه وسلم أمر ربه لما نزلت عليه هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى أقاربه، أعمامه وعماته وأقاربه. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. دعا عشيرته ودعا أقاربه وألقى عليهم هذا الكلام البليغ الفصيح، لأنه لا يغني عنهم من الله شيئا، ولا يغني عنهم من الله إلا أعمالهم الصالحة. أما قرابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تنفعهم شيئا مع عدم الإيمان. أما مع الإيمان نعم تنفع قرابة الرسول مع الإيمان، ولكن مع غير الإيمان لا تنفع. الرسول لا يملك لبنته فاطمة، بنته لا يملك لها من الله شيئا. ويقول: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه الدعوة وهذا الإنصاف، ما فيه محاباة، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا.
اشتروا أنفسكم، يعني اشتروا أنفسكم من الله بالإيمان والتوحيد الذي ينجيكم من عذاب الله، ولا تتكلوا على قرابتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بالأقربين عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قول سبحانه وتعالى في إسماعيل: إنه كان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبدأ الإنسان بأهل بيته، ثم يبدأ بمن حوله، ثم تنتشر الدعوة إلى ما حولها، وهكذا. هكذا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأت من عشيرته ثم امتدت إلى أن بلغت المشارق والمغارب، بلغت المشارق والمغارب، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وغالب جزيرة العرب قد دخلوا في دين الله عز وجل، وبدأت الجيوش تغزو فارس والروم، وما انتهى عهد الخلفاء الراشدين إلا وبلاد المشرق وبلاد المغرب تحت حكم الإسلام، بسبب أن الدعوة الناجحة المرتبة التي تتمشى على منهج الله سبحانه وتعالى، إذا مشت الدعوة على منهج الله نجحت. أما إننا نترك بلدنا ونترك بيوتنا ونروح ندعو في الهند والسند وبيوتنا وبلدنا، هذا ما هو صحيح. المسلمون يتركون الأوثان والقبور والأضرحة في بلادهم ويروحون يطالبون اليهود والنصارى بالدخول في الإسلام، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا. لا بد أن المسلمين يصلحون أنفسهم أولا ويصلحوا مجتمعهم أولا، ثم يخرجون إلى الأمم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن الأوثان والأضرحة في البلاد الإسلامية متروكة يروحون يدعون في أمريكا أو في كذا، ما هو صحيح هذا خلاف المنهج الرباني. الواجب على المسلمين أن يصلحوا مجتمعاتهم أولا ويطهروها من الشرك والخرافات، ثم يذهبون إلى القارات ويدعون الناس إلى دين الله عز وجل. هذا هو المنهج الصحيح. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ما يروحون يقاتلون البعيدين ويتركون القريبين على الكفر وعلى الشرك، لا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهكذا كان جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ من ما حول المدينة وامتد إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم، شيئا فشيئا حتى ظهر دين الله عز وجل وتحقق قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المسلمون. هذا هو منهج الدعوة، من حيث ما يدعى إليه، ومن حيث حالة المدعو، ومن حيث مكان الدعوة. أما صفات الداعية الذي يريد أن يدعو إلى الله، ما كل واحد يصلح للدعوة، لا بد من مؤهلات، لا بد للداعية من مؤهلات تؤهله للدعوة إلى الله عز وجل. المؤهل الأول العلم، الداعية يكون عالما بما يدعو إليه، يبين للناس الأحكام الشرعية، يبين للناس العقيدة الصحيحة، يبين للناس الشرك والبدع والخرافات من أجل أن يجتنبوها. لا بد يكون على علم أولا، مسلح بالعلم، يجادل من يريد الجدال من المشركين والمنافقين، يحتاج إلى تسلح بالعلم. أما الجاهل أنه لا يصلح للدعوة، لأن الجاهل قد يحل حراما ويحرم حلالا، والجاهل أيضا لا يستطيع أن يجادل المجادلين من المعاندين، ولا يستطيع يكسر الشبه التي يدلون بها. لا بد يكون الداعية أولا متسلحا بالعلم الشرعي
قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي أعلى درجات العلم، لا بد يكون على بصيرة، الداعية لا بد أن يكون على بصيرة، أما إن كان على جهل إنه لا يصلح للدعوة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يعمل بما يدعو الناس إليه. أما إذا كان يدعو الناس إلى الخير ولكنه لا يعمل به في نفسه فهذا لا يصلح للدعوة، والناس ينظرون إلى أفعاله قبل أقواله، فإن رأوا أنه مستقيم على أفعاله قالوا: والله هذا رجل صادق أثر فيهم. أما إذا كان لا يقول كلام ولكنه لا يعمل به قال الناس: هذا رجل كاذب، لو كان صادقا لعمل بما يقول. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الآية التي سمعناها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا. لا بد من أنه يعمل، أما أنه يدعو إلى الله ولا يعمل ما هو بداعي هذا. الشاعر يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان للتعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. أما إذا صار يدعو الناس إلى الخير ولكنه لا يعمل به فهذا ليس بحكيم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وأنه يلقى في النار والعياذ بالله حتى تندلق أقتابه، يعني حتى تخرج أمعاؤه ويدور فيها كما يدور الحمار براحاه. كانوا في الأول يطحنون على الدواب، يمكن بعضكم يعرف هذا، يعني يرحى تديرها الدواب الحمير مثلا أو الإبل، تدور بالرحى وتطحن العيش. الداعية الذي لا يعمل بعلمه يوم القيامة يلقى في النار فينفتح بطنه وتسقط أمعاؤه فيدور في أمعاءه يسحبها مثل ما يسحب الحمار الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بل، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فضيحة والعياذ بالله. وهذا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام الذي يسمى خطيب الأنبياء. شعيب عليه السلام يلقب بخطيب الأنبياء، لماذا؟ لحسن مراجعته لقومه ورده على قومه، كل ما قالوا كلمة رد عليهم برد مفحم واضح، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. شعيب عليه السلام وغيره من إخوانه النبيين وسائر المصلحين كلهم على هذا، يدعون الناس إلى الخير وهم أول من يعملون. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين، أول من يمتثل هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الدعاة إلى الله عز وجل. هذه الصفة الثانية، العمل. الصفة الثالثة، الصفة الثالثة الصبر. الداعية يحتاج إلى صبر لأجل أن يواصل الطريق، لأنه يمشي في طريق شاق وطريق طويل، طريق متعب، يواجه الناس، يواجه الكفار والمشركين والمنافقين والعصاة وأصحاب الشهوات، كلهم ضده، شياطين الإنس والجن كلهم ضده، ويرجمونه بالكلام وبالقذف وبكل سوء. يحتاج إلى صبر، وقد يضربونه
قد يضربون وقد يقتلون. هناك من الدعاة من يقتل وهناك من الدعاة من يضرب. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب، أما علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا ضرب حتى أدميت عقباه عليه الصلاة والسلام، رمي بالحجارة وألقي السلا سل الجزور ألقي على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بجوار الكعبة، أما تعلمون هذا وهو سيد الخلق؟ أوذي في الله عز وجل. إبراهيم تعلمون ما قصه الله أنه ألقي في النار، ألقي في النار، هنا شيء أشد من النار، ألقي في النار بسبب الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الذي يدعو إلى الله يحتاج إلى صبر، وإلا سيقف من أول الطريق. بعض الدعاة ينشط له سنة سنتين ثم يصعب عليه المواصلة ثم يسكت ويخبأ صوته لأنه ما صبر. وبعض الدعاة عنده يأس، ما عنده رجاء، ما يصبر لأنه عنده يأس، يقول الدعوة ما هي مجدية ولا مفيدة وييأس ثم يسكت. لا، هذا ما يجوز أبدا، لا يجوز، لا يجوز اليأس، لا بد من الصبر ولا بد من مواصلة الدعوة. وهذا لقمان يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في سورة العصر يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه درجة العلم، وعملوا الصالحات، هذه درجة العمل، وتواصوا بالحق، هذه درجة الدعوة، وتواصوا بالصبر، هذه درجة الصبر. أربع مسائل للداعية لا بد يتحلى بها: العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على ما يناله من الأذى. فلا بد للداعية حينئذ من الصبر. الصفة الرابعة: الإخلاص للدعوة، يكون قصد الداعية وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من الدعوة أنه يمدح أو أنه يثنى عليه أو أنه يترأس أو أنه يعظم. إذا كان هذا قصده فدعوته خاسرة وعمله باطل. إذا كان قصده الرياء، إذا كان قصده من الدعوة الرياء والسمعة، فعمله باطل ولا تنفع دعوته. لأن الله تعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني لا إلى شيء غيره، بل يدعو إلى الله مخلص. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل التوحيد لما جاء على هذه الآية: أدعو إلى الله على بصيرة، قال فيه في قول أدعو إلى الله فيه التنبيه على الإخلاص. أدعو إلى الله، قال فيه التنبيه على الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله. تنبهوا لهذا، وهذه مهمة جدا. إن الإنسان حينما يشرع في عمل الدعوة لا يكون له قصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله ونفع الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لا يقصد بهذا تعظيم نفسه أو مدح نفسه، أو يقصد من هذا تحصيل طمع دنيوي أو وظيفة أو راتب يأخذه. لا، إذا كان هذا قصده فدعوته باطلة لا تفيد شيئا، وعمله فاسد لأنه لم يخلص العمل لله عز وجل. والله تعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه أهم صفات الداعية: العلم، العمل، الصبر، الإخلاص لله عز وجل. إذا توافرت هذه الصفات في الداعية فإنه ينجح بإذن الله، كما نجح الأنبياء والمرسلون والمصلحون من أتباع الأنبياء والمرسلين، نجحوا بهذه الأمور وهذه الصفات. أما من تخلى عن هذه الصفات أو بعضها فإنه مهما كلف نفسه فإنه لن يفيد ولن يستفيد. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله،
وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا شاب كنت أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن واجهتني الكثير من المشاكل، ومنها كراهة الأخوان والأهل في البيت، حتى إني تركت الدعوة، فماذا تنصحونني؟ ننصحك بما سمعته من عدم اليأس، وأن تصبر وتواصل الدعوة إلى الله عز وجل، وتصبر على ما تلاقي من المشقة والتعب، وأنت على أجر إن شاء الله، أنت مأجور في دعوتك وفي صبرك وفي جهادك في سبيل الله، لأن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. فعليك بالصبر وعدم اليأس، والعاقبة للمتقين إن شاء الله. نعم. سألنا آخر يسأل عن الجار: إذا دعاه الإنسان ولم يستجب لذلك بعد أن أهدى له أشرطة، هل يهجره أم لا؟ الجار يجب أن يدعى إلى الله عز وجل، لأنه أولى من غيره. وإذا بلغ بالدعوة وبلغ بالحق واستمر على معصيته وعلى حالته غير المرضية، فإن هناك علاجا آخر، وهو أن يرفع به إلى ولاة الأمور، إلى رجال الحسبة، إلى مراكز الهيئة، يبلغ عنه بأنه تعاطى شيء من المعاصي، أو لا يحضر الصلاة في المسجد أو غير ذلك، يبلغ عنه رجال الحسبة ومراكز الهيئة. بعدما تستنفد الطريقة الأولى وهي مناصحته سرا وتخويفه بالله عز وجل سرا، والستر عليه مهما أمكن، أما إذا لم يمتثل فلم يبقى حينئذ إلا أن يبلغ عنه. نعم. هذا سائل يسأل عن دعوة القريب، وأنه يجد دعوة القريب وأنه يجد صعوبة فيها، لأنه يجد صعوبة فيها، فإذا كانت من بعيد تكون أفضل وأوقع في النصيحة، فما نصيحتك له؟ ابذل الأمرين، ادعو قريبك أنت، وأيضا اجلب له دعاة من الإخوان، أو توصي واحد من الإخوان كأنك ما اتصلت به، كأنه جاي بدون يعني دافع، خليه يتصل به، يعني ابذل كل الوسائل لهداية هذا القريب، لعل الله أن يهديه من طريقك أو من طريق غيرك من الإخوة الدعاة. هذا سائل يسأل عن عباد الأبرحة. نعم. هل يكفر قبل أن يبين له أم لا؟ عبادة الأبرحة كفر، هذا ما في شك. أما نفس الأشخاص فهؤلاء تقام عليهم الحجة بأن يقال لهم هذا شرك ولا يجوز، فإذا استمروا حكمنا عليهم بالكفر، لأنه زال عنهم الجهل. والغالب أن الذين في بلاد الإسلام وفي بلاد التعليم والكليات والمعاهد أنهم ليس عندهم جهل، لأنهم يقرؤون القرآن ويسمعون الأحاديث ويسمعون الخطب ويسمعون برامج الإذاعة ويقرؤون في الكتب، ما عندهم جهل، ما عندهم إلا عناد وتقليد أعمى، أنهم وجدوا آباءهم على ذلك. الغالب ما عندهم جهل، أنهم على علم من هذا. نعم. نسأل عن أفضل طريقة لدعوة أشخاص لا يصلون صلاة الفجر مع الجماعة، وإذا تحدث معهم يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إرجاء. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مع الاتيان بما تطلبه لا إله إلا الله، ما هو مجرد لفظ، ما هو مجرد من قال لا إله إلا الله باللفظ فقط يدخل الجنة، لا، لابد يقيم معناها. ومن أعظم معنى لا إله إلا الله المحافظة على الصلاة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة، فقال له إخوانه من الصحابة: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، إذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني
عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فليس المراد أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه لكنه ما يصلي، لكنه يدعو غير الله، يستغيث بالأموات، هذا ما تنفعه لا إله إلا الله، أنها ليست مجرد لفظ فقط، بل هي لفظ ومعنى وعمل، لا بد من هذا. نعم. يقول السائل: كثيرا ما نسمع الخوض في إعراض الدعاء والعلماء والاستهزاء بهم والتهم بأن لهم أغراض غير الدعوة، وما لهذا الأمر من خطورة، فنرجو من كلمة على هذا الأمر. أنا قلت في أثناء المحاضرة أن الداعية يبي يتعرض لسب وشتم وتنقص. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا فيها؟ قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا أن الرسول ساحر وقالوا أنه مجنون، وقالوا فيه ما قالوا من أنواع الذم، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل، ما في شك أن الدعاة سيقال فيهم من التنقيص والذم ما يقال، لكن يصبرون لأنهم لا يريدون المدح من الناس. ما نريد من الناس المدح، نريد من الله سبحانه وتعالى الثواب، أما الناس لا نريد منهم مدح ولا نتوقع منهم مدح. الذي يريد المدح هذا مرائي، هذا ما يصلح للدعوة، هذا هو المتوقع. المتوقع أن الدعاة الصادقين يواجهون الذم والتنقص والسب والتشكيك فيهم وإلى آخره. أليس قوم هود قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء؟ يقولون: إن أنت مخبل، والسبب في ذلك إن آلهتنا أصابتك بالخبال. وفرعون وأتباعه يقولون لموسى: وتكون لكم الكبرياء، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني تريدون الكبرياء والعلو. يقولون لموسى هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، قالوا: أجئتنا لتلفتنا عن آلهتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يتهمون موسى عليه السلام بأنه يريد الرياسة ويريد الكبرياء في الأرض، وهو كليم الله، موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام. يقولون له: إنك تريد الرياسة علينا وتريد هذا. ما هو بغريب أبدا أنه يقال للدعاة مثل هذا الكلام، لكن الدعاة لا يلتفتون إلى هذا الكلام لأنهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، يريدون ما عند الله. وما أسألكم عليه من أجر، الرسل يقولون لقومهم: ما نسألكم أجر، إنما نريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، إن أجري إلا على الله. نعم. أسئلة كثيرة عن الاحتفال بالمولد، وأن بعض الناس يتخذ هذه قربة ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واجب على كل مؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذا ما في شك، ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى عنه، وقد نهى عن البدع والمحدثات، فإقامة المولد من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فليس فعله من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا يقتضي بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معكوس، الذي يقيم المولد ويقول: أنا أحب الرسول، نقول له: أنت كاذب، لو كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لتركت هذه البدعة، لأن الرسول نهى عن البدع وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نقول له أيضا: هل أنت تحب الرسول أكثر من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة؟ أن تحب الرسول أكثر من الصحابة والخلفاء الراشدين؟ الصحابة لم يعملوا هذا المولد، مع أنهم أعظم الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم قالوا: لرسول الله أحب إلينا من الماء البارد. هنا شيء أحب للعطشان الظمآن من الماء البارد؟ الرسول أحب إلى الصحابة من الماء البارد على العطش، ومع هذا لم يقيموا هذا الاحتفال، لأنهم يعلمون أن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول ليست في البدع والخرافات والمحدثات، محبة الرسول بالاتباع والاقتداء والتعظيم الذي يتمشى مع كتاب الله، من غير غلو ومن غير إفراط
قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تزيدوا في مدحي كما زادت النصارى في مدح عيسى عليه السلام، حتى قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمحبة الرسول باتباعه والعمل بسنته وترك البدع والمحدثات والخرافات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد نهانا عن البدع والمحدثات، والمولد من البدع والمحدثات، فيجب علينا أن ننتهي عنه ونتركه إن كنا نريد أن نكون محققين لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. نعم. يقول البعض، يقول أن التركيز على العقيدة والتوحيد يفرق الأمة، فلنهتم بالفروع ونترك الأصول، فالناس في أصلهم مسلمين. هذا كلام باطل، يعني نترك العقيدة اللي هي الأساس ونهتم بالقشور أو بالأوامر، ما نقول القشور بل نقول الأوامر الصحيحة والفرائض، ولكن هذه الفرائض مبنية على الأصول. الفرائض لا تصح إلا بعد تحقيق الأصول، بعد تحقيق الأصول. فالذي يقول إن التوحيد يفرق هذا يراجع عقله أولا، هذا ما هو بعاقل أبدا. التوحيد لا يفرق، التوحيد هو الذي يجمع الناس ويجمع القلوب، أما الشرك هو الذي يفرق بين الناس. قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ما الذي ألف بين قلوب الصحابة إلا التوحيد والعقيدة الصحيحة؟ فالعقيدة هي التي تجمع القلوب على معبود واحد وعلى عبادة واحدة، أما الشرك والبدع والخرافات فهذه تفرق بين الناس. ونحن ما يهمنا الكثرة والتجميع، يهمنا الصحيح. لو كان هناك عدد قليل من المسلمين على منهج صحيح فهذا هو الذي يهمنا، ولا نريد الكثير من الناس الخرافيين والمبتدعين الذين لا يفيدون الإسلام والمسلمين شيئا. الانتساب لا يكفي والقشور لا تكفي، يعني مجرد الانتساب بدون تحقيق هذه قشور ما تنفع. اللب واللباب هو التوحيد وأهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة، وما يهمنا الكثرة والقلة، إنما يهمنا الصحة، صحة العقيدة وصحة العمل وصحة الانتساب. أما تجميع الناس على غير حق فهذا مستحيل أبدا. قال تعالى: فإن تولوا فإنما هم في شقاق. قل يا أهل الكتاب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله، حبل الله هو التوحيد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما يجمع الناس إلا التوحيد أبدا. قل الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما تحصل هذه الأمور إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. أما أننا نجمع الوثنيين والقبوريين والخرافيين والصوفيين ونقول إحنا مهمتنا التجميع، لا، ما هي بطريقة صحيحة أبدا. نعم. سائل نقول: لا يخفى عليكم الحملة الشرسة التي يقودها أعداء الإسلام ضد المرأة المسلم ودعوتها للتبرج والسفور وخروجها من البيت، فهل من كلمة للدعاة والعلماء المصلحين؟ كلنا والحمد لله يعرف، وجربنا في مجتمعنا، جربنا ولله الحمد معاملة المرأة في البيوت وصيانتها، وأنها امرأة مسلمة مربية منتجة تعمل في البيت وتقوم على تربية الأولاد
وتحافظ على دينها وعلى صلاتها، وهذا خير كثير. أما الذين أخرجوا النساء من البيوت وساقوهن إلى مجالات أعمال الرجال وزاحمن الرجال واختلطن بالرجال، ماذا حصلوا عليه؟ لم يحصلوا إلا على الخيبة وعلى تشتيت الأسر وعلى ضياع الأعراض إلا من شاء الله عز وجل. فلنقارن بين حالنا وحال المجتمعات الأخرى ليظهر الفرق الواضح ولله الحمد بين مجتمعنا الملتزم المحافظ على المرأة وبين المجتمعات الأخرى المنحلة أو المتساهلة في أمر المرأة. ماذا نتج في تلك المجتمعات من الشرور ومن المصائب ومن الأمور التي يندى لها الجبين؟ والسعيد من وعظ بغيره. نحن والحمد لله في نعمة، في نعمة تامة من جهة صيانة نسائنا وبناتنا وقريباتنا وصيانة نساء المسلمين عموما في بلادنا، ولله الحمد نحن في نعمة، فلنحافظ عليها ولا نلتفت إلى دعايات المضللين والمرجفين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم. فضيلة الشيخ، تعلمون ما للمراكز الصيفية من خير كثير، ولكن يوجد بها التمثيل، وهو كما يقال إنه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله وتصحيح بعض الأفكار لدى الشباب، فما حكم ذلك؟ المراكز الصيفية فيها خير لا شك، وهي تعتبر حلقة من حلقات الدراسة، حلقة من حلقات الدراسة، فيها أيضا إتاحة الفرصة لشباب المسلمين للتعلم، ولكن لا ندخل عليها أشياء تضيعها، لا ندخل عليها ترهات تضيعها وتفسد المقصود منها. الألعاب واللهو واللعب والتمثيل والأناشيد، كل هذه ما هي من مصلحة الطلاب ولا من مصلحة أبناء المسلمين، وإنما هي أمور ملهية وأمور مضيعة. نعلمهم التوحيد، نعلمهم الفقه، نعلمهم القرآن، أهم شيء نحفظهم القرآن، نحفظهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلمهم الحساب والخط، نعلمهم المهن والحرف التي فيها فائدة لهم ولمجتمعهم. كل هذه أمور مفيدة، سواء كانت دينية أو دنيوية أو كانت عربية، أيضا دراسة النحو واللغة، كل هذه مفيدة. أما هذه الترهات التمثيل، احنا ما نبيهم يروحون للمسارح، احنا بنعلمهم بعدين يروحون للمسارح، يتعلمون التمثيل علشان يقيمون المسارح، او الاناشيد علشان يكونون مغنين مطربين فيما بعد. احنا نحذرهم من هذا، احنا نريد لهم الخير ونريد لهم التربية، نريد لهم التعليم النافع. اما ما نعلمهم انهم يصيرون مغنين او نعلمهم انهم يصيرون مسرحيين، لا، هذا ما يجوز. هل نحذر من هذه الدسائس وهذه الأمور التي لا فائدة لنا منها، وإنما تضيع وقتنا وأيضا تلوث أفكار شبابنا؟ نعم.